وده كان شي حاجة تعطات الإنسانية مجانا وحاولت تستحوذ عليها باش تبيعها وتربح الفلوس. هذه جناية تستحق من أجلها على الأقل المتابعة في بعض البلدان. وفي الولايات المتحدة مثلا الاعتقال هو ضروري لأن هذه سرقة. حنا باقيين رجعنا نعهد اللي كان كنظن الداخلية والأنباء عندهم وزارة واحدة كانوا بغاو يديروا لنا واحد الضريبة على البارابول وتبين بأن لي زونت المواج اللي كيدوزوا في السماء اللي هما مواج مجانين كيدوزوا في واحد السماء ديال السيد ربي وفي الهواء اللي ما دير حتى شي حد سابال لو باتريمون كومان دو لومانيتي. الاستحواذ عليها جناية.